الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الاستعداد. ما زلنا في هذا الشهر نستعد، وباقي كم يوم علي يخلص الشهر. ما أدري، هذا شعوري، هذا إحساسي. طول طول، باقي كم يوم يخلص الشهر ونخلص ورحلة الاستعداد. فإذا كنت ما حطيت النية، حط النية. ما زال في كم يوم تقدر تدخل معنا الجو وتكتب أهدافك وتستعد وتطلق النية في رأس السنة دي، السنة الجديدة. طيب، أوه ماي جاد، أرفع الصوت. طيب، أنا توني صاحية من النوم. أوكي، وبرضو عندنا خلفية الجوال يا جماعة، اللي ما حط خلفية الجوال، خلفية الجوال جميلة مريحة. اوكي، وبرضو اللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم. كثير اللي شافوا الفيلم يعني اعجبهم، والمناقشة برضو فيه زوايا جديدة حتى انا ما شفتها يعني من تعليقات الناس. فالفيلم حلو، يستحق المناقشة. مبين توي صاحية. اوكي، ماشي ماشي، اعرف ان اليوم كله بيصير على اني توي صاحية. تأخرت، ما اعرف، أمس يعني كل العالم صاحي في أمريكا. طيب، وبرضو عندنا الورقة يا جماعة، اللي ما طبع الورقة يطبع الورقة، أو تقدر إذا ما عندك طابعة تقدر ترسمها، تلونها، تكتب التفاصيل. موجودة على الموقع مجانا، تساعدك على أنك أنت، تساعدك على فرضيات أنك تقول في العمل وش أبغى، في الصحة وش أبغى، في الشهرة وش أبغى. فتساعدك أنك أنت يعني تتوسع شوي، تفكر في مجالات يمكن ما فكرت فيها، وفي نفس الوقت تساعدك على أنك تعرف التفاصيل، لأنه ممكن الهدف هذا أصلا ما يصلح فترميه قبل ما تدخل السنة، وقبل ما تتحمس وتحط لهذا الهدف طاقة. فالأسئلة هذه تساعدك على أنك أنت تفهم إذا هذا الهدف صالح ولا ما هو صالح، ما يعني وقته غير مناسب، مش تبع أهدافك وكذا. وبرضو عندنا 8 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net، وهذه المواد راح تغلق قبل نهاية الشهر بشوية. أوكي، لأنه آخر يوم راح نكون مشغولين مع التأمل. فاللي مهتم ويبغى يقتني أحد هذه المواد، فالآن هو الوقت المناسب. عندنا اليأس، للناس اللي طافية اللمبة عندهم، يشعرون أنهم في مكان مظلم. عندنا حماية الذات، وهي كيف تحمي جسدك المادي، كيف تحمي جسدك الفكري، كيف تحمي أفكارك ومعتقداتك، كيف تحمي مشاعرك، كيف تحمي طاقتك، وكيف تحمي روحك من أن تسرق. أمس تكلمنا عن حماية الذات، واليوم برضو راح نتكلم عن الأهداف المخترقة، لأني حسيت أنه نحتاج أكثر نتكلم عن الحماية. الأهداف المخترقة برضو تتحدث عن الأهداف اللي مش محمية كذا، يعني كأنها في البحر، مرمية في البحر. وعندنا أعرف نفسي، تعرف نفسك أكثر، تعرف أنت وش تبغى وش ما تبغى، وش مستواك، وش الأشياء اللي تشتغل عليها. وعندنا الفيل الأبيض، اللي هي كارمتك أو عقدتك اللي أنت جاي تحلها في هذه الحياة. عندنا رسائل النهايات ونهاية القصة، كيف تشوف الرسالة وبعدين تقفل الموضوع، سواء تقفل علاقات، سواء تقفل مشروع، سواء تقفل هدف، تقفل الاحتمالات، تقفل الحياة، بس أنك أنت تشوف الرسالة وتفهمها وتقفل كل الأشياء. وعندنا كارما النوايا، تعلمك كيف النية وين رحلتها، وش بيصير، وش التبعات لما انت تحط النية. عندنا اخر شيء قفزة 2023، وفيها اقترحت عدد من النوايا للسنة الجديدة اللي مهتم، وفيها ايضا تأمل رأس السنة. طيب، ابغى ارحب باصدقائي على تيك توك، اهلا وسهلا، شرفتوني. اوريدي عندنا 36,000 لايك، ثانك يو. وبرضه ما في مانع تحطون زيادة لايكات، خلونا نطلع ترند. و إذا في لايكات ما شكرتها، إذا في أحد سوى لايك وما شكرتها، إذا في أحد سوى هدية وما شكرتها، سامحوني، ترى مرات أدخل في الموضوع يعني وأنسى أنا وين أصلاً. فشكرا لكل الهدايا ولكل الحب اللي يجي منكم. Thank you طلال حبيبي، نوف شكرا جزيلا، نورة، لي ليب،
بيا ان شاء الله نطقت الاسم صح. راضيه زوز قلبي انتم، شكرا جزيلا نوف حبايبي. طيب اليوم نتكلم عن الاهداف المخترقه، عشان احد موضوعاتنا المهمه لهذا الشهر هو موضوع الحمايه، انه انت تحتاج انك انت تكون محمي، وتحتاج انه اهدافك تكون محميه، وخطتك نيتك طريقك انه يكون محمي حتى يتجلى لما يتجلى. وحتى اصلا حتى اذا تجلى برضو لازم يكون محمي، يعني تحسب انه انت بتحط نيه الثراء بعدين لما يتجلى ثراء خلاص يعني ما عندك شغله تحميها، لا يتدبل الموضوع، يتدبل. يعني لما تحط نية الثراء لازم تحمي أموالك، لما تحط نية الثراء أو واو لازم تحمي أموالك صح، لأنه قراصنة خلاص شي بدون يشتغلون، ولما تظهر أموالك وتتجلى وتكون ثري يصير الموضوع دبل، لازم تحمي أموالك دبل. فعندك مسؤولية الحماية تجاه نيتك، تجاه هدفك، تجاه الطريق، تجاه القصة اللي أنت حاملها أو الموضوع اللي أنت تبغى تجليه في حياتك أو القصة اللي أنت تبغى تعيشها في حياتك. إيش أقصد بالأهداف المخترقة؟ الأهداف المخترقة اللي هي مش محمية، هدف مش محمي، الهدف الغير محمي. خلني أبغى أقول لك بعض أشكال الأهداف المخترقة. أول شكل من أشكال الأهداف المخترقة هو الهدف اللي أصلاً 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 ما هو نيتك، نية أحد ثاني. يعني هدف أبو الجيران، أبو الجيران قرر أنه أنت تدخل مثلاً طب، تدرس الطب، أوكي، وأنت قلت أوه واو خلني أدرس الطب، أبو الجيران بيعطيني 5 نجوم، بيصفق لي، بيحترمني، بيقدرني، أياً كان هذا أبو الجيران، قد يكون أبوك، أختك، أخوك، زوجك، زوجتك، الناس، الوعي الجمعي، المهم أنه أبو الجيران هو اللي قرر، مو أنا اللي قررت. بعدين أنا يعني مع كثرة الكلام وكذا دخلت في الجو وانغسل دماغي وحسيت إنه هذا هو هدفي أو هذا هو نيتي إني أنا أدخل الطب، بينما في الحقيقة هو ما زالت نية أبو الجيران. فالآن أنا دخلت الطب وبديت أدرس، في أي لحظة أبو الجيران يغير النية تحس إنه هذا الموضوع يتفركش، لأنه مخترق، مخترق. في ناس يقول لك وأنا في الطريق وفي نص الطريق حسيت إنه آه واو أنا ليش رايح هذا الطريق، أنا ليش اخترت هذا الهدف، أنا ليش رحت لهذه النية، أحس أني ما عندي الدافعية اللي أنا أكمل زي ما بدأت. أو واو معناها اللي حط لك النية يا مات، يا هون، يا تراجع، يا نسى الموضوع، يا قفل النية. هذا الهدف مخترق، مخترق، ممكن يطيح في أي لحظة، ممكن يطيح وانت في الطريق، ممكن يطيح. كثير ناس يطيح هدفهم لما يتجلى، يعني مثلا واحدة تبغى تسوي مشروع عشان أبوها يعطيها 5 نجوم، المهم ويلا يلا يلا سوت المشروع، عطاها ابوها 5 نجوم، طاح الهدف، الهدف مخترق، طاح الهدف خلاص، لانه النية تبع ابوها مو تبعها هي، مو حقيقي اصلا، كلش مو حقيقي. هذه احد اشكال الاهداف المخترقة. الشكل الثاني للاهداف المخترقة هو لما يكون الهدف أو لما تكون النية معلنة وهي ضعيفة، لما تكون النية معلنة وهي ضعيفة. يعني خلنا نقول مثلا أنه أنا عندي شيء أبغى، يعني أبغى يصير، بس يعني تقريبا 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 ما أقدر أخلي يصير، يعني بعيد 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 علي، مرة بعيد، مرة بعيد علي، وأعلن عنه أوكي، أقول لا بيصير هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال أقول مثلاً أنه أنا راح أفوز في سباق دولي للجري، أوكي؟ يعني بالمنطق وبالعقل وتحط رجلك شوية على الأرض تكتشف أني أنا ما أقدر أفوز لا في سباق دولي ولا في سباق محلي ولا في سباق الحارة، ما يحتاج لها مطوع، بس يعني كذا يعني تحمست، تحمست، قروا أهداف ونوه، تحمست، ركبت الموجة وقلت والله يساعدني وأنا إن شاء الله والله صانع للمعجزات والله يعطيني على قد نيتي، تعرفون الأشياء هذه المخدرات اللطيفة. فتحمست مع الجو، دخلت قلت أني أنا أبغى يعني أنا نيتي أني أنا يعني راح أفوز في السباق الدولي للجري وكذا. المهم لما يعني بديت أنا الحين أعلن عن الموضوع، يعني بديت أقول يا جماعة يا جماعة ترى أنا أفوز، راح أفوز وراح أوريكم، راح أوريكم أني أستطيع، راح أوريكم طاقة الجذب،
راح أوريكم قديش قانون الجذب يشتغل، راح أوريكم إن الله قادر، راح أوريكم إنه أنت لما تبغى تقدر. والمهم كبرت الموضوع وكذا. إيش توقع اللي بيصير؟ إيش توقع اللي بيصير؟ يعني بدون أدنى شك إنه أصلاً يعني الموضوع مرة طاقته ضعيفة يعني، وأصلاً يعني يمكن الناس تسمع وتعرف إنه أنا ضعيفة في هذا الموضوع، فتضيف ضعف إلى ضعف، تري الموضوع طايح طايح. أصلاً هو طايح يعني كذا، بس لو تفكر شوي هو طايح، فما بالك لو أوه واو صار الموضوع يصير الناس بينتظرون أصلاً، يعني متحمسين بيشوفون موقفي، وأنا متأكدة إني أنا راح يعني راح يصير هذا الموقف، الناس متأكدين إني راح أنهزم، ما راح أقدر أفوز، فانتظرين هذا الموقف، انتظرين هذه اللحظة. فأنت لما يكون عندك هدف ضعيف يعني خلى جواتك، احتفظ فيه لنفسك، أوكي؟ لا تعلنه. هدف ضعيف لا يعلن، نية ضعيفة لا تعلن أبدا، لا يعني مو صح، ما هي طريقة صحيحة إنك أنت تعلن عن نيتك أبدا، لا يمكن. لا يعني أنا الآن عندي نية يعني أعرف أنها ضعيفة، وأعرف أنها تحتاج لها شغل كثير وطاقة كثيرة، ما قلتها لأحد ما قلتها لأحد، بس قاعدة أشتغل عليها شوي شوي، مثل الشمعة اللي كذا ها أقولها شوي شوي، كبرت ما كبرت شوي شوي، يوم من الأيام لما تصير كبيرة بقول ها شفتوا يا جماعة هذه نيتي ها إذا لما تصير كبيرة، لما تصير قوية، واللي يجي حد يقول ما عندك سالفة وهي أصلاً النار يا دوب يعني متشعلة، ما عندك سالفة ترى عندك فلما يكون عندك نية ضعيفة، هدف ضعيف، أنت عارف أنه ضعيف، يعني أنت مرآة نفسك، أنت تعرف، بس مرات الواقع يضللك، مرات يجيك واحد مهبول يقولك أنت تقدر، أنت تستطيع، قانون الجذب فتتوهم أشياء غير حقيقية. بس لو يعني تقعد مع نفسك كذا يعني بهدوء، تكتشف أنك أنت تعرف تعرف تعرف، حتى تعرف تحط نجوم. بعض الناس سألوني قالوا يعني أنا ما أدري أحد، وشعورك بسيط الموضوع، شعورك إن هذا بيتحقق ولا ما راح يتحقق، أنت أكثر واحد تعرف عن النجوم هذه، أكثر واحد تعرف عن الشعور هذا. فلما تكون الشمعة كذا صغيرة يعني، بس أنت إيش راقبها وعطها اهتمام وعطها تركيز وغطها كذا، حافظ عليها، لحد يدري، لحد يجي يطيرها كذا، حد يعرف عشان ما يخترق، لأنه شمعة صغيرة في مهب الريح تخترق. شمعة صغيرة معلن عنها، نية ضعيفة معلن عنها، تخترق راح تخترق. طيب يعني مثلا بنت يعني هي تعرف أنه جمالها متوسط، قدراتها الذهنية متوسطة، يعني جسمها وسط، سمعتها يمكن وسط، حظها وسط، بعدين تقول عندها لها أنا بتزوج واحد ثري، واحد وسيم، واحد، يقعدون يضحكون عليها، يقعدون يضحكون عليها وطقطقون عليها، تقول صديقاتها نفس الشيء، بيرجعون يعيدون نفس القصة. تخيل يعني هي لو تقعد مع نفسها شوي تفكر أوكي ممكن تصير معجزة ممكن، بس في الحالة الواقعية اللي أنت فيها الآن يعني الهدف هذا كبير، النية هذه كبيرة، فخليها في نفسك، أوكي حطيها النية مع نفسك، حطيها في غرفتك، حطي الصورة في غرفتك، ما يحتاج تقولينها وتعلينها. ليه؟ لأنه أمك راح تعلق عليك تعليق سلبي، أبوك راح يعلق تعليق، أختك، أخوك، الجيران، صديقاتك، فكل هالتعليقات السلبية أصلا راح تطفي الشمعة. يعني لو كان في قلبك ذرة إيمان على حدوث هذا الشيء، وأنا أشجعك أن يكون عندك إيمان، لو كان في قلبك ذرة إيمان بيطيرونها. فأنت خلي الإيمان فيك وجمعي جمعي 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 في هذا الإيمان أنك أنت راح تتزوجين الثري، جمعي 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 جمعي، لما يصير عندك إيمان قوي ذاك الوقت تقول أوه واو النية قوية، ما أحد يقدر يطفيها، ما أحد يفت ويطيرها، ما أحد لا يعني خلاص موضوع ثابت ما أحد يقدر يطيرها بهالشكل، بس يمكن يحتاج لها وقت، يحتاج لها اختبارات، يحتاج لها رسائل وفهم رسائل وهكذا. فهذا هو الشيء الثاني أو الهدف المخترق الثاني، لأن أنت لازم تحافظ على هذه النية اللي طاقتها ضعيفة. برضو من الأهداف المخترقة
اي تقولك صرت ما احكي لهم. انا اعتقد انه هذا قرار جيد، انه انت يعني لما تعرف انه في اهداف يعني ضعيفه وما تبغى تشطبها، بعد في خيار انك تشطب اللي قلنا لها اهداف الذكيه، انه انت تقول هذا هدف مو ذكي اشطب. في هدف يحتاج فتره من التجميع جوا مشاعرك، يحتاج يمكن سنه سنتين 3 سنوات وانت تجمع في شعورك، يحتاج لوقت ان انت تجمع في شعورك. طيب خلينا نقول برضو مثال ثالث على الاهداف المخترقه. لما يكون عندك هدف وهذا الهدف او هذه النيه طرحت او عرضت للاشخاص اللي ما يحبونك بدون الاشخاص اللي يحبونك، للاشخاص الغير مؤمنين فيك بدون الاشخاص المؤمنين، يعني خلنا نقول النيه هذه ما هي ضعيفه لا باس فيها، بس ما هي قويه مره، يعني لا باس، يعني النار واضحه فيها، اوكي فيها طاقه بس ما هي قويه مره. وانت اخذت الموضوع ورحتي وديتيه عند صديقاتك الغيورات الحسودات اللي يعني ما تحققت اهدافهم في مرحله غضب، ويعني اي شخص محقق اهدافه، اي شخص ناجح يهينونه ويفشلونه وينقدون عليه وكذا. فانت رحتي لهم وقلتي لهم عن هذه النيه او هذا الهدف، ولا رحتي وقلتي مثلا اختك اللي تحبك او مثلا زميلتك في العمل اللي تحبك وتقدرك، او مثلا زوجك، او مثلا امك اللي تحب، ما رحتي لكل الناس اللي يحبونك، رحتي للناس اللي يعني ما يبغونك اصلا، راح يحطون نوايا مضاده، راح يحطون نوايا مضاده انه هذا الشيء ما يصير، انه هذا الشيء ما يتحقق. فلما انت اعلنتي عن هذا الهدف عند صديقاتك ما في طاقة أخرى توازن، يعني لو أعلنت عند الجميع أوكي في ناس تحبك وناس ما تحبك، فطاقة هذولا تصد على طاقة هذولا، نوايا هذولا تصد على، خلاص تتوازن الموضوع وتصير طاقتك هي اللي تحكم، طاقتك هي تمشي الهدف. ليه؟ لأنه عندك مجموعة أمك أختك أبوك يحبونك يبغونك مثلا تفتحين مشروعك، فهم حاطين داعمينك بالنوايا وداعمينك بالشعور وكذا. صديقاتك يعني راح يموتون القهر لو تحقق هذا الهدف، فيحطون نية مضادة انه ما يصير ما يصير ما يصير، فبالتالي توازن الموضوع، في ناس تدعم النية في ناس ما تدعم النية، فتصيرين انت الحاكم، انت اللي تقودين الموضوع فتمشين النية هذه. لكن تخيل لو هي ما بلغت الناس اللي يحبونها، فبالتالي صار عندي بس ناس تريد الغاء النية، ناس تريد الغاء الهدف، فما بالك انه قد يكون الحقد ودناءة البشر، الحقد ودناءة البشر انهم هم بعد يسوون اشياء عشان يدمرونك، يسوون اشياء عشان يدمرونك، يعني يسوون يعني تروح مثلا تبلغ شريكك في العمل، تقول شريكك في العمل يعني لا تشاركها في العمل، لا تدخل معها في شراكة، تقول وش الاسم اللي اخترتي للبزنس، تقول والله انا اخترت اسم مثلا الحب الوردي للبزنس، تروح وتاخذ الاسم وتسجل الاسم، يعني حقد حسد، يعني يسوون اشياء مو بس بنواياهم ومو بس شعور، يسوون يروحون لو في يدهم سووا اشياء، ولو يجدون طريقه انهم يدمرون هدفك راحوا ودمروا هذا الهدف. تقول والله انا قررت اني مثلا اقدم على الماجستير، تقول لها صديقتي خلاص عندي الموضوع، اذا طلعت المواعيد ابلغك لاني انا بقدم ماجستير، اوكي تجي المواعيد الماجستير وتروح النصابه هذه تقدم على الماجستير، ولا بلغت صديقتها وصديقتها معتمده عليها، حسن النية ها معتمدة عليها انها بتبلغها، ولا بلغتها ولا شيء، ما تبغاها تاخذ الماجستير، ما بلغتها. فايضا هذه من اشكال الاهداف المخترقة، انه انت توصل المعلومة للناس الرديئة، ولا توصل المعلومة للناس
الجيدة أو الناس اللي يحبونك أو الناس اللي يعطونك من طاقتهم أو يعطونك من نيتهم أو يعني يفتحون قلوبهم ووعيهم إدراكهم لنيتك، يبغون نيتك تصير، يبغون نيتك هذه تتحقق. طيب أي عادي، البشر يعني يمكن حضرتوا معاي الحياة السرية للبشر، البشر النائم الله لا يوريك، يعني تخيل منطقة فيها نيام ما فيها حكومة ما فيها قانون، والله يأكلون بعض، يعني حرفيا كذا، يعني يأكلون بعض، يأكلون لحم بعض، متوحشين. لذلك ترى على فكرة من الوعي والإدراك أنك تعرف هذا الشيء، انك تعرف انك انت لو وضعت نفسك ما بين بشر نيام والله يعني ياخذونك لحمه ويرجعونك عظمه، حرفيا يعني ما هو شيء مبالغ فيه، يعني سيؤذونك بكل الطرق اللي يعرفونها، اذا يعرفون طريقه راح يؤذونك فيها. طيب وحوش الظلام، بالضبط الصاحي ما يسقط نايم واحد، لكن مجموعة نيام يسقطون، يعني هذه البنت اللي عندها مثلا هدف الماجستير راحت المجموعة صديقات نائمات وحوش حقودات حسودات غيارات، لا جاي يتحايلون عليها ويسقطونها. فعشان كذا لازم يكون عندك الإدراك إنك أنت وين تحط نيتك، عند مين تحط نيتك، ومتى تعلن عن نيتك عشان هدفك ما يخترق. طيب طلال حبيبي يقول وضعت نية الشهرة وبدأت أبث في تيك توك، مرات أجاوب على أسئلة بالوعي، مرات أطبخ، مرات أرقص، لكن كل الحالات تنمر. يعني سويت نفسك عاقل ولا سويت نفسك ترقص، كل الحالات تنمر كثير علي سواء على شخصي او على كوني اتابعك. حبيبي انت ما الهدف من المتنمرين ورساله، لان حرفيا نفسيتي تتعب مرات وانهار، وش اسوي؟ دعاء علي وقذف مرات بتدوس سبب وجيه. هو في المجمل ما في سبب وجيه. هو كل الموضوع التنمر ما في سبب وجيه. يعني واحدة من فتيات العائلة، بنت صغيرة كذا كيوتة جميلة رائعة، يعني عندها واحد ناشب لها في الصف كل يوم يهينها، وش مسويت لك ذابحة أمك، معتدي عليك، يعني مسويت لك يعني مصيبة، ضحك عليك، هو التعبان هو اللي عنده مشكلة. فالتنمر ما له سبب وجيه، يعني لو تبحث عن التنمر ليس له أي سبب وجيه. مرات يعني أطرح فكرة لا راحت ولا جت، فكرة قابلة للتداول، قل أعجبتني ما أعجبتني، واو الموضوع يروح إلى التنمر على أهلي وأجدادي وأعرف إيش وإذا، وما عندها سالفة، حتى حقين الوعي مسكوا الخط التنمر، وش السالفة؟ فكرة قالت أعجبتك أعجب ما أعجبتك حطها في الزبالة. ما الموضوع لا يستدعي انه انت تدعس كبس، بس وش اللي يستدعي جواتك انت كمتنمر؟ وش اللي جواتك خلى ان واحد يرقص في التيك توك يخليك انت يعني تنهار عشان في واحد قاعد يرقص؟ ليش؟ وش هم سوي لك؟ وش قاعد يطبخ؟ فتح الكاميرا وقاعد، وش هم سوي لك بالضبط؟ ذابح امك، ذابح ابوك، معتدي عليك، أهانك، وش مسوي لك بالضبط؟ ليش؟ فما في منطق في الموضوع، انسى انك انت تعرف انه في او تفهم منطقهم او قصتهم في الموضوع. الغضب ما يشاور بالنسبة لهم، حتى هم في لحظتهم لو سألتهم يقول انا عندي سبب منطقي، لو سألتهم يقول لا انا عندي سبب منطقي، انا عندي سبب كثير منطقي للموضوع. لكن الشخص لما يكون في لحظة غضب أو في حالة غضب، في مرحلة غضب، مرات في مرحلة غضب سنوات هو مغطي ما يدري وين هو رايح، بس يعني غاضب أي شخص مشهور، أنا ما حققت الشهرة، هو ليش يحقق الشهرة؟
بس بكل بساطة طلال انت تفتح الكاميرا وتطلع تطبخ. لا يا عمي، انا صار لي كم سنة وانا احاول اكون مشهورة وبس، انت بكل بساطة لا لا، تعال تعال ارجعك للنقطة اللي انا موجودة فيها. هل يدرك الشخص المتنمر هذا؟ لا ما يدركه، ما يدرك، ما يدرك هذا الشيء، ما يدرك انه هو يعني انه هو يعني متألم لانه الشخص حقق الهدف اللي هو ما حققه. او هذه جميلة مثلا، هي ما هي جميلة تقعد تضرب فيها، او هي مشهورة، او هو نجح، او هو عنده فلوس، او هو، لانه هو منقهر، ميت من القهر انه هو ما وصل هذا الشيء، يعني في حالة غضب، غاضب، غاضب. مرات انت تكون في هالموقف ما تدري عن نفسك، تشوفه كذا وتحس اوه واو صاروا اثرياء وصاروا مشاهير واحنا ما ندري. انتبه انتبه وين يوديك الغضب، انتبه هالقهر هالشعور هذا وين يوديك. لك ما في منطق في الموضوع، ما في منطق. يعني لو تتتبع كل الناس اللي سبوك وشتموك عالي سواء على الطبخة وعلى الرقصة وعلى الوعي وعلى انك تابعتني، راح تكتشف انه ما في منطق، ما يعني ما في نقاط مشتركة وما في منطق في القصة كلها. لكن السؤال ايش هي الرسالة؟ الرسالة انه انت لما انت تعرض نفسك لمجموعة من الناس هذا اللي يصير، هذا اللي يصير لما انت تعرض نفسك لمجموعة من الناس، هذا اللي يصير. كل شخص يعرض نفسه، كل شخص يعرض نفسه، في ناس نايمة، في ناس صاحية، في ناس غايرة، في ناس خايفة، في ناس غاضبة، في ناس مرتبكة، في ناس ما أدري شو تسوي، وبرضو في ناس محبة، في ناس محبة، في ناس تتقبل. لا تنسى هذا الشيء. صحيح إن في يعني 20 شخص قاعدين يسبونك يشتمونك، بس لا تنسى الناس اللي قاعدة تشوف ولا علقت، هذول الصامتون، هذول الصامتون في كثير من الأحيان هم متقبلين، بس يعني ما وصلوا مرحلة إنهم هم يقدرون يعطون حب أو يقدرون يعطون يقدمون شعور جيد، ما وصلوا لحالة انهم يكونون ايجابيين اكثر، لكنهم صامتين. فلي هذول برضو هذول يقدرون، طاقتهم تقدر. وانت بالاشخاص اللي يقولون شكرا، الاشخاص اللي يحطون لايك، الاشخاص هذول كلهم ناس مهمين، كلهم ناس مهمين. تركيزك وين؟ لان هالقصة راح تستمر، اذا انت تبغى الشهرة القصة هذه راح تستمر، ما راح توقف. ما في شخص مشهور لم يتعرض الى وجهة نظر مخالفة او شخص غاضب او شخص عنده نية مخالفة له. فدورك انك انت تركز على الطريق وتركز على هدفك وتعرف انت ليش موجود، لانه الناس راح تسأل، لانه الناس راح تضرب في هدفك حتى تراجع انت هدفك 100 مرة، الناس راح تضرب في نيتك حتى تراجع نيتك 100 مرة، الناس راح تضرب في شهرتك حتى تراجع شهرتك 100 مرة، حتى تتأكد انه انت فعلا تبغى هذا الطريق. ولما تمسك هذا الطريق لابد تعرف مين ظهرك، لأن يعني هذا الطريق صعب وموجع وفي حفر. مين ظهرك؟ مين إيش الموية اللي تحتاجها في هذا الطريق؟ لازم تتصور أردأ الناس، لازم يكون في ذهنك إنه في ناس رديئين 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 لأبعد درجة، يروحون خط يمكن ما تتصوره، يروحون خط رديء 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 ما تتصوره، يعني يروحون بعيد في الخصومة، يروحون بعيد 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 في الخصومة. تقول أوه واو، كل هذا عشان يرقص، كل هذا عشان يقعد أطبخ. فتصور إنه في ناس مو صاحين، في ناس مجانين، في ناس غاضبين، في ناس مرضى، في ناس يعني عندهم كل الكلاكيع النفسية، في ناس نيام، أغلب الناس نيام، فأنت عرضت نفسك عليهم. الله يقويك. الله يقويك. المهم انه انت اذا تبغى هذه النية لابد انك انت تعرف تتعامل معها. الشهرة نار، الشهرة نار، يا ترفعك يا تحرقك، الشهرة نار، يا ترفعك يا تحرقك، ما هي سهلة وما هي هينة. ان شاء الله يكون عندنا فرصة السنة الجاية نتكلم عن الشهرة. فاطمة حبيبتي تقول دخلت تخصص كتجربة لأني ما كنت أعرف رغبتي، وبعدها ما ناسبني التخصص، لما أجي أنسحب أخاف وأتردد، أحسني متورطة. هالحين السؤال يا فاطمة، أنتي في اللحظة اللي دخلتي فيها دخلتي في روح التجربة، الروح والشعور الشجاعة هذه إنه أنا قاعدة أجرب، إتس أوكي إنه أنا أفشل. لما جيتي تسوين يوتير نسيتي هذا الشعور؟ نسيتي شلون انت جبتيها وشلون فكرتيها وشلون حسيتي فيها؟ اتصلي في تلك اللحظة، اتصلي فيها، اتصلي في اللحظة اللي انت كنتي فيها مجربة
رجعيها مرة ثانية، رجعي هذا الشعور. الشيء الثاني، انتبهي وش المراسل اللي حطيتيها في الطريق. يمكن سويتي صداقات، يمكن حبيتي الدكتورة اللي تدرسكم، يمكن ارتبطتي ماديا بال بال بالمطعم حق الجامعة. يعني سويتي مراسي بحيث انك صار صعب عليك انه انت تشيلين هذا الموضوع. تاني محتاجة انك تحطين مراسي في مكان ثاني، محتاجة انك تتصلين باللحظة الاولى عشان تعرفين شلون دخلتي بهذا الشعور، شلون دخلتي بهذا التفكير. وبرضو خلني اقول لك انه عندك مشكلة في النهايات. يعني في ناس عندهم البدايات سهلة والنهايات صعبة، فيبدو انه انت يعني تميلين لهالشيء. حبيبتي نور تقول احس حالي شو ما سويت بنفس المكان، شو اعمل انا؟ هل انا مخترقة؟ ما احب اروح لهذا الاحتمال على طول، لكن ابغى اقول هل انت بذلتي الاسباب الماديه والفكريه والمشاعريه والطاقيه؟ هل انت عرفتي وشون يشتغل الموضوع؟ هل انت في حاله ياس؟ هل انت جربتي؟ هل انت حاولتي؟ اذا خلصتي كل هذه الاشياء ابغى اقول نعم، فكري انه قد يكون في اختراق. والسؤال، هل اختراق مادي؟ هل اختراق فكري؟ هل اختراق مشاعري؟ هل اختراق طاقي؟ هل روحك مخترقة؟ هل في أحد هو يعني يملك قصة الروح كاملة وأنت ما تحررتي منها؟ مرات بعض الأشخاص، يعني أعرف سيدة أنا أعتبرها يعني روحها يعني مسروقة، وعلى فكرة ترى نادر الأرواح المسروقة، لكن هي يعني مدارة من قبل الأشخاص اللي حولها، مدارة بشكل يعني تقريبا 99%. ايش تلبس، ايش تاكل، ايش تشرب، وين تطلع وين تدخل، يعني شيء يعني عجيب لما تشوف القصة. يعني حتى ما تقدر يعني تنبهها، وما تقدر تعطيها اشاره، وما تقدر تقولها هلو ترى انت يعني جوا الصندوق. المهم انها يعني روح مسجونه كذا، يعني قصتها مسلوبه. وسبحان الله، وحتى زواجها قصة يعني كذا مرتبة ومسلوبة، يعني وأبنائها وكم تجيب من الأبناء وش تسوي وش البرنامج، شيء يعني عجيب. لكن في لحظة من اللحظات كذا انتفضت لنفسها وقلبت القصة كلها، في لحظة انتبهت وقلبت القصة كلها واسترجعت كل حياتها وكأنها بدت من جديد، بدت القصة من جديد. فمن الممكن انه الموضوع له جني وله واو في هدهد. اوكي خلنا اوريكم. مو باين صح؟ مو باين. اوكي اتطلقت تركت بيتها، ما اقول طلقت، انفصلت، اقول انفصلت وحطت لستة شروط يعني رتبت حياتها بطريقة مختلفة تماما يعني. بس في الاخير لا، رجعت لزوجها، بس انفصلت اعتقد فترة، يعني ما اعرف سنتين كذا. المهم انه من الممكن انه انت تكون مخترق وتعيش علاقة مظلمة. هذول اللي يعيشون علاقة مظلمة ارواحهم مسروقة يعني. لكن ما الواحد يبغى يروح لهذه الفرضيات، وما الواحد يبغى، وخصوصا انه مرات بعض المجتمعات عندهم فرضية الجني اول فرضية يفترضونها في الحياة. يعني شيء ما مشى كويس، يعني لو مثلا بفتح مثلا تيك توك وعلق موضوع تقني يعني، او يمكن الشركة عندهم مشكلة، يعني فعلا شركة عندهم مشكلة، على طول في جبالة انه واو في عين، في حسد، في جني. فدائما بسبب ثقافتهم اول احتمال اول فرضية لأي اختلال في الحياة هو الجني. وهي صراحة يعني غير مقبولة انه هذه اول فرضية. ليه؟ لان هذه تخليك تقعد
بدال ما تقول أوه والله في مشكلة تقنية، خلني أشوف، خلني أتعرف، خلني أسأل، خلني أبحث، خلني أشيك على الموضوع، خلني أسوي أحذف وأفتح من جديد، خلني كذا. يعني إنك أنت تحاول تشغل الموضوع، خلني أشوف الأخبار، لا يكون أصلاً تيك توك معلق، خلني كذا. بدال ما تحاول تفهم الموضوع توقف، مخك يوقف عن الفهم، تقول جني أي أكيد هم حاسديني، أكيد هم حاسديني عشان كذا يعني البث خرب، أكيد هم حاسديني على شهرتي عشان كذا البث خرب. خلاص تعطل التفكير، يتعطل التفكير، ما عاد تقدر أصلاً تشوف الأسباب الحقيقية، الأسباب اللي فعلاً هي صايرة. فالاختراق موجود، لكن ما المفروض إنه يفترض؟ وإذا كان أيضاً موجود، ما المفروض إن الاختراق الطاقي يكون هو أول احتمال؟ وبعدين خلني أبغى أقول لك، يعني بعض الناس يعطون قوة للجني وقوة للأشياء هذه، بينما في عنده واحد في البيت أقوى بملايين المرات من الجني. صدق صدق، يعني في إذا في شخص أنت متصل معاه، ترى هذا أقوى من الجني في تأثيره عليك وتأثيره على أفكارك وتأثيره على مشاعرك وتأثيره على نواياك وعلى أهدافك. أنت أصلاً يعني فاتح قلبك له، انت اصلا يعني معطيه المساحه، انت معطي هذا الشخص المساحه، ما يحتاج جني يتدخل في الموضوع. فهذا الشخص هو نواياه، طاقته، افكاره، اهدافه، لما تتعارض معاك شلون يشتغل الموضوع، اذا طاقته اعلى كيف هو يسيطر على القصه، واذا كانت طاقتكم مشتركه وقصه مشتركه مثل شركاء المال وشركاء الزواج، هذه كلها هذا يعني ما يحتاج جني. شك في الشخص اللي بجنبك قبل تشك في الجني. سجى حبيبتي تقول اختها مبلكتني في كل مكان بس اطلع لها. يلا ان شاء الله تفهم الرسالة. نور حبيبتي تقول اشعر اني مخترقة، كلها تدخل قراراتي وتأثر بسرعة بآراء غيري وتتغير آرائي. إيه يصير لما شخص مثلا يكون، لما مثلا خلنا نقول، لما مثلا أنت صحيت من النوم شعورك جيد ممتاز، بعدين في واحد من أفراد العائلة قام متنكد، أنت تنكدت، غضب، عصب، عصبت، دخل في حالة خوف، خفت، شعر بالعار، يا جماعة انكشفنا، تفشلنا، ما دخلت معه في العار. صراحة أبغى أقول يعني الوضع مو أوكي، الوضع مو أوكي، قالوا لك رح يمين، بعدين قال لا 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 انتبه ترى يسار أحسن، أوكي نروح يسار، لا 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 لحظة 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 في واحد عنده رأي ثاني، أوكي يمين، يلا يمين. طب أبشك إنه أنت مخترق، أبشك. إذا الناس هي توديك وتجيبك على آرائهم، وإذا الناس توديك وتجيبك على مشاعرهم، فراح أشك إنه أنت مخترق. نعم نعم أنت مخترق، يعني الريموت كنترول أصلا مو معاك. صديقتي تقول 3 مرات فشلت في امتحان البكالوريا، والآن ليس لدي شغف في الدراسة، لكن أرجع لكي أرجع، ولكن أخاف أندم. تندمين على إيش؟ تندمين على إيش؟ طرقتي الباب مرة، أعطيتي الباب فرصة مرة ثانية، أعطيتي فرصة مرة ثالثة، ما فتح الباب، مولك مولك. تندمين على إيش؟ تندمين على إنه ما بهذلتي نفسك قدر الكافي؟ تندمين على إنه ما تعذبتي سنوات إضافية؟ تندمين على انه انت ما تألمتي زياده؟ تندمين على ايش؟ تندمين على انه انت ما اخذتي البكالوريا مثل الاخرين؟ ما المفروض انه انت تاخذينها، ما يمكن انت تفتحين مشروع توظفين الخريجين البكالوريا هذولا. ما في شيء اصلا تندمين عليه، ما في قصه فاتتك تندمين عليه اصلا، هي ما في قصه، ما في اصلا، يعني هو مو باب، هو جدار اصلا، ما في قصه، ما في شيء انت المفروض تندمين عليه، هذا الموضوع ما اشتغل، ما في شيء اصلا، يعني القصه هي وهم في راسك، ما في شيء اصلا تندمين عليه. وبعدين يا ماما عشان تبغين تتوظفين بهذه، شوفي عدد الاشخاص اللي معهم بكريوس مو متوظفين، شوفي كم شخص، يعني انت حتى يعني لو يعني كسرنا الباب يعني بتنجحين يعني على الحفه، شوفي كم شخص يعني ممتاز ورائع وكذا ما توظفوا. الموضوع ما له دخل، ليس كل شخص هو مناسب للجامعة، ليس كل امرأة هي مناسبة انها تكون ام، ليس كل شخص هو مناسب انه يكون متزوج او شريك حياة،
ليس كل شخص هو مناسب انه يفتح مشروع، ليس كل شخص هو مناسب انه يكون موظف. هاي لازم تعرف انت وش اللي يناسبك في هذه الحياة. مو معقولة بعد يعني بتضيعين كم سنة زيادة وانت تطرقين الباب وتروحين رايحة راجعة للجامعة واختبارات ومحاولات، كله ألم 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 ألم. بعدين شو بنسوي في الألم؟ تجين تحضرين أبانوس صدمات، وتجين تحضرين سول ديتوكس وتنظفين، ومتى بنخلص؟ متى بنخلص؟ أوريدي عندك أكيد تاريخ، يعني أكيد عندك طفولة ولا مراهقة وعندك أشياء بتنظفينها. بعد تبغين ضفيلنا يعني قصص؟ متى بنخلص؟ فارجوك يعني خلاص، ضربتي الباب ما اشتغل الباب، ما في شيء أصلا تندمين عليه، ليس هناك شيء ستندمين عليه. قفلي القصة، قفليها بشعور جيد. طيب خلنا ناخذ سؤال من تيك توك. أصدقائي في تيك توك، أوريدي وصلنا 200,000 لايك، شكرا جزيلا. طيب قاعدين نتكلم عن الأهداف المخترقة، حماية الذات. ما أتفق معاك على شهادة البكالوريوس، it's okay. إحنا مو موجودين عشان نتفق، إحنا موجودين عشان نختلف بس. خلاص ما يطلع الموضوع أكثر من كذا، يعني ما يحتاج الموضوع إنه أنت تكرهيني، إنه أنا ما عندي سالفة في الحياة، إنه أنا خلاص it's okay. أنت تؤمني بشيء وأنا أؤمن بشيء. شكلي أنا لازم أقدم شيء جديد في تقبل الأفكار أو التطرف الفكري. التطرف الفكري، إيش رأيكم؟ أحس المجتمع يحتاج يفهم إنه التطرف مو بس التطرف الديني، أيضا التطرف الفكري. Thank you. طيب. ما عندنا جولات، معليش. كيف أفرق بين الوهم والرسالة؟ تكلمنا عن هذا الموضوع في برنامج مع سمية على سناب شات، روحوا احضروا. بس حطي بحث في سناب شات، حطي بحث على مكان البحث، اكتبي مع سمية ويطلع لك. سويت إيفنتين ودخلت دخل قوي بشهر ونجح. طيب او ماي جاد، برافو، انت بطله. بعدها لحظه يجيكم السالفه. بعدها زوجي خيرني بينه وبين البزنس. عندي اطفال واحبه بس بخيل. اوكي، واو، يا له من اختبار. تدرين ليش؟ لانه أبغى أسأل سؤال، هل هو يحبك؟ أبغاك بس تشيلي نظارة وردية وتجاوبيني بدون أي نظارة، بدون أي نظارة. لأنه الأهداف اللي أنت حطيتها تستطيع أنك تجليها أو جليتها، راح تدخل ناس وتطلع ناس، راح تكشف لك حقائق عن كثير من الناس. في أشخاص لما تكون ثري راح ينهارون حرفيا، راح يمشون من حياتك، وقتها قل باي باي. اوكي، في اشخاص لما تتخرج من الجامعه ولا تاخذ شهاده الماجستير راح يكرهونك. في اشخاص لما تصير مشهور راح سخيف، يخلونك كذا، راح يخلونك عشان هم في ليفل آخر يعني. أوكي، هم في ليفل وأنت سخيف. فالأهداف فرصة. أحد الأشياء الجميلة في الأهداف إنها فرصة، إنها توريك الناس على حقيقتهم، يحبونك ولا ما يحبونك، يبغونك تكون مبسوط سعيد، يبغون يشوفونك ناجح ثري، تعيش حياة جيدة، شعور جيد، تنجز، تحقق أهدافك، ولا راح ينهارون عند أول نجاح، راح يتدمرون عند أول نجاح، راح يسقطون عند أول نجاح. هذا اختبارك.
هذا اختبارك. وأنا أرى صراحة، أنا أرى في الحياة اليومية اللي أنت تعيشها لازم في شخص حولك هو مؤمن بنجاحك. أنت تحتاج، لأنه مرات الطريق يكون صعب، مرات يكون في تحديات، مرات أنت تتعب، مرات تبغى أحد صادق معك، معك في القمة ومعك في القاع. فأعتقد أنه شركاء الحياة لازم يكون عندهم اتفاق على موضوع النجاح، يا إما أنهم يتنازلون لبعضهم، يا إما أنهم يقفون في ظهر بعض. أما في النص أنه أنا قاعدة أنجح وهو معارض الموضوع، أو هو قاعد ينجح وهي منكد عليه النجاح، يعني تحط له كل عراقيل النجاح. لا أنت ليش تسوي، ليش تفعل، ليه ما نبغى فلوس، مين قالنا نبغى فلوس زيادة؟ طب هذه قصة النجاح حقها، إنه هو يكون ثري، يكون مليونير، يكون بليونير، يا تمشي معايا تمشي من حياته، أو إنه هو يتنازل، ما أعرف هو يتنازل أو لا. لذلك ما هي طريقة صراحة إنك أنت تعيش في بيئة، تعيش في بيت واحد عندك منكد عليك، ما يبغى هدفك، ضد الهدف ومعارض الهدف ويقف ضد الهدف وينتظرك تطيح، ينتظرك يقول تستاهل أو أحسن أو عشانك ما طعتني. يعني تعرفون بعض الناس يحطون أنفسهم خمس نجوم، يعني يحسون أنه يعني هم يعني بالنيابة عن الله يوقعون، يقول طبعا ما كنت تقدر تنجح في هذا الهدف لأني أنا مو راضي، أنا شخصية مو راضي عن الهدف، عشان كذا أنت ما توفقت في الهدف. واو، مع أن الهدف ما توفقت فيه لأسباب كثيرة، يعني ما يعني قد يكون هو سبب من الأسباب، بسبب النية وسبب الطاقة، مو بسبب أنه موقع عن الله. فهذا الموضوع لازم ينحل، لازم تقعدون على الطاولة وتتفقون صراحة. وأنتي خليك خياراتك في الحياة، قد تقولي لا والله أنا بالنسبة لي هذا الشخص تحديدا هو أهم بالنسبة لي، وأطفالي مهمين بالنسبة لي، وأنا أبغى أكمل القصة كزوجة وأخليه مثلا هو اللي ينجح، هو اللي ينجز، وأنا يعني أتخلى عن نجاحاتي مثلا. أو تقول لا والله أنا أبغى أنجح، يا أما أنه يقبل بهذا النجاح، يا أما أنه ينسحب من هذا النجاح. فكل شخص عنده يعني خياراته في الحياة. أنا بالنسبة لي النجاح مهم، مهم النجاح بالنسبة لي، الإنجاز مهم، مهم. يعني أتوقع لو 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 تزوجت شخص يعني بيقول لي لا تنجحين ولا والله، أتوقع من أول يوم قلت له مع السلامة، أتوقع. بس إذا فكرتوا فيها بعد، ما حد جاي يعني يخطب واحدة تدرس دراسات عليا ويعني بيقعد يقول لها لا وممنوع وما يصير، يعني واضح واضح الموضوع، أنت تبغى الطريق هذا ولا ما تبغى الطريق هذا. فأعتقد يعني صراحة بيصير الطريق صعب، إنه أنت يعني تبهذل كل يوم شريكك، يعني مش وجهة نظرة في القصة، ومرات تخبي، مرات تقعد تخبي النجاح بعد. يمكن سويتي إيفنت ويقول لا يدري نزل، لا يدري إن الإيفنت كسر الدنيا، لا يدري إن الإيفنت طلع مليون، لا يدري، لا يسمع في الموضوع، فيعني تصير القصة يعني رديئة ومزعجة، ويعني فيها يعني لف ودوران، تضيعين. النجاح يحتاج إلى قوة ووضوح. طيب تكون من حق أي أحد يمنع أي أحد، هو إذا جينا للحق شيء، وإذا جينا للأجواء التفاهم شيء ثاني، لأنه مرات يكون عندك شخص نايم، بالتالي يا أن أنت تتنازل. وأنا أؤمن على فكرة، ترى أؤمن أنه الزواج يحتاج تنازلات، بس وين الحد اللي أنت تتنازل فيه؟ يعني ما تقدر، ترى على فكرة لا تستطيع أن تعيش في شراكة بدون تنازل، انت راح تتنازل يوم من الايام، تتنازل، بس تتنازل عن هذا ولا عن هذا، تصر على هذا ولا يعني تحط الورقه هذه ولا هذه، تفاوض على هذا ولا هذا، يعني قصه نناقشها في الصيف. طيب خلونا ناخذ اخر سؤال، نبغى سؤال خنفشاري، نبغى سؤال خنفشاري. العائله تحب تحطم الاهداف وتتدخل تقرر، يعني حسب، اذا العلاقه حب ما راح تصيرها بهذا الشكل. واحدة تدعي على زوجها بالفقر عشان إذا صار مع فلوس خايفة يتزوج عليها. Oh my god. في عمق النوم.
اوه ماي جاد، يعني ما تبغى تعيش حياة جيدة، ها ما تبغى تترفه، ما تبغى كله عشان ما يتزوج عليها. والله يتزوجون وهو يعني فقران وحالته حالة، ها تجي واحدة كذا هدية، واحدة من مكان رخيص وهي رخيصة، ف ما اعتقد يوقف هذا الموضوع. صحيح انه المال يدفع اكثر، عجيب الناس كيف يفكرون. سؤال جميل. صديقتي تقول هل الدعاء للغير يعتبر وضع نوايا لهم، وكيف نتعامل مع الدعاء لنا في قلبنا؟ اعتقد نعم، انت لما تدعي الشخص انت تحط له نية، لذلك من الجيد انك انت تعرف نواياه وتأمن وتبارك على نواياه هو، فانت بهالطريقة انت تعطي طاقتك للنية. مثلا لما اقول مثلا انه انا نيتي اني راح ادخل المصح في شهر جون، فبالتالي اذا انت تحبني تبغى تدعم هذه النية تقول امين ان شاء الله يا ربي يبارك لك وتحققين هذه النية، فانت تدعم نيتي احسن ما انه انت تدعي لي دعوه ما اعرف وش، يعني يمكن ما هي من نواياي ولا ابغاها، او يمكن بتبهذل فيني او بتزعجني مثلا. فالناس يقول يا رب تتزوج، يا رب ان شاء الله يرزقها الزوج. طب هي ما تبغى تتزوج الحين، ما تبغى يعني. فشوف ان انت هذا الشخص وش نواياه وش يبغى، وعطى على نيته، يعني ادعم نيته، هذا هو اعتقد انه افضل طريقه لتقديم الدعاء للاخرين. طيب يا جماعه ما عاد عندنا وقت، اللي ما حط النية يحط النية، واللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، واللي ما طبع الأهداف يطبعها، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم. نشوفكم إن شاء الله بكرة. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.